مانجا اونا من الوصفات البورسعيديه جدا 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 بتاعه شم النسيم. هي كده عندهم كده يعني المنظر ده تمام. طب المانجا اونا هي عباره عن ايه؟ هي عجينه عيش، عجينه عيش مسكره شويه يعني فيها شويه سكر كده لذيذه قوي. حط لها بيض ما حطتلهاش بيض مش مهم، بس احنا عشان في شم النسيم فهنحط لها البيض. المقادير بقى احنا خلاص قلنا مقادير المانجا اونا، هنحط هنا الدقيق، دول حوالي 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم معلقه كبيره من الخميره، وثلاث معالق من السكر. ماشي قلبهم مع بعض، ورشه الملح، اوه سوري اللبن، رشه الملح، وايه تاني؟ فانيليا والبيضه لسه. نحط بس كده ايه حفره، نحط الزيت ونحط نص كوبايه اللبن ونحط البيضه والفانيليا، ودي كده عجينه المانجا اونا. وهنتصرف فيها بالايه بقى؟ لو عايزه ميه هنديها ميه، بس نقلب بقى في النص دول كده مع بعض، الزيت مع اللبن مع البيضه والفانيليا، ونلمهم بالدقيق. ماشي هسيب بقى عجينه دي تخمر، وتعالوا نشتغل في الايه؟ في الخمرانه. عجنا العجينه الخمرانه بالشكل كده، قسمناها من ايه كده تمام. وتعالوا بقى هنا ايه نعمل مانجا اونا بتاعه بورسعيد. هنعمل ان احنا ايه نبرمها كده العجينه دي، ما تعجنوهاش كتير عشان ما تمطش كده، عشان ما تعمل معايا ازاي عامله زي الاستك، فعشان كده بعمل كده واسيبها تستريح، واعمل كده واسيبها تستريح. ماشي عارفين الماستيكه ليه كده؟ دي اتنست في العجان، اتحط في العجان كده او عجنتيها كتير قوي 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 فتروح عامله مطه. تعالوا كده ناخد اول واحده، هتلاقيها بقت ايه اسهل شويه، وبعدين نلفها حوالين نفسها. صح يا اصدقائي؟ اهي انا بس اوريهم المنجقون اهي كده، ونسيبها زي ما هي كده، او نحط فيها بيضة ملونة، والبيضة الملونة دي بتكون ايه معمولة بألوان الطعام. حاطة مية مغلية وحط فيها لون أزرق يغلي، وراح منزلها بيضة سلقاها، هي دي بيضة مسلوقة، هيجرى لها حاجة جوه الفرن كده وهي مسلوقة ولا أي حاجة؟ ولا أي حاجة، هي أنا سلقاها طبعا عشان ما تدخلهاش نية، مسلوقة عشان ما تفرقعش تمام. سيبها بقى تخمر، وبعدين ايه أدهن شوية بيض كده ودخلها الفرن، بس خلصت. مانجا أونا بالبيض أو من غير البيض.